الأول أو المشاركة مع مدير فني شخصيته طاغية جدا وقوية جدا وقدراته الفنية عالية زي مستر مانويل جوزيه في جيل مليان نجوم. شفت يعني جيل نجوم كبار مع حفظ الألقاب للجميع، أبو تريكة، بركات، وائل الجمعة، كل حسام غالي، كل النجوم اللي كانوا موجودين، كل الفريق ده كان يعني كان أعتقد 8 منه على الأقل بيكونوا في الملعب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في منتخب مصر. فده جيل كمان المنتخب، الناس قالت في الوقت ده الاهلي كان كيرف اداؤه عالي جدا واثر بالايجاب على منتخب مصر وساعد المنتخب انه يحقق. طول عمر النادي الاهلي طالما كويس المنتخب بيبقى كويس. يعني مش عشان حاجه، ازاي استفدت ازاي من النجوم الاكبر منك؟ كنت بتتعامل مع فكره وجودك كلاعب صاعد او لاعب شاب في فريق في حجم النجوم الموجودين والجهاز الفني بقوه مانويل جوزيه، بتتعامل مع ده كله ازاي؟ بصراحه انا اول ما عرفت ان مستر مانويل جه يعني حضرت شنطتي عشان اقعد في الناشئين تاني. يعني كان عندي علم ان هو ما بيحبش الناشئين، ما بيحفز او ما بيحبش يتعامل مع واحد مش يعني عايز اللاعب الجاهز، عايز الجاهز. فانا يعني متقبل الموضوع، حتى لما راح النادي ومؤتمر الصحفي انا ما حدش كلمني طبعا من الاداريين، ما حدش قال انت جاهز حاجتك، فانا ما رحتش التمرين اول يوم. يعني ما رحت الناشئين ما تعاملتش. يعني لقيت تاني يوم بيكلمني الاداري بيقول لي الراجل عايز الناس كلها وتبقى موجود بكره عشان في ماتش ودي هيشوف. فعلا رحت تمرين مرحلتك العمريه، ما رحتش بعد كده. تاني يوم بقى لما كلموني رحت لهم بقى، رحت الدرجه الاولى اشوف الماتش هيبقى عامل ازاي، قالوا في ماتش ودي الناس تبتدي عشان يشوف مين اللي يقعد ومين اللي يمشي او يرجع تاني لفرقه الصغيره، عشان كنا احنا طالعين ناشئين كتيره في الفتره دي. فلعبت ماتش ودي لقيته اتبسط من ادائي واتكلم معايا، ومره واحده لقيته في الماتشات بدا يلعبني ليبرو. يعني انا عمري ما لعبت ليبرو في الناشئين، طبعا ما حدش يلعب ليبرو، بنلعب باربعه يعني او ما بنلعب. ده بدايه معرفتنا بيك، بدايه معرفه الجمهور بيك، لاعب صاعد اسمه رامي ربيعه بيلعب ليبرو وشكل اداؤه مميز. يعني في الفتره دي كان الناس بتشبه، يعني بتشوف مثلا زي ظهور حسني عبد ربه ان ظهر في البدايه. كنا بنشوفه ليبرو عنده امكانيات، كنترول على الكره كمان مميز، نفس الامر كنا شايفينه معاك كمان في الملعب. هو مستر مانويل كان دايما يعني هو شايف ان هو العب ليبرو بحيث ان انا سريع وصغير، فممكن يعني ابقى بغطي بعمل كفر للخط كله. عنده كانت وجهه نظره تاني يعني مختلف عننا شويه، هو بيبص لقدام يعني. فهو يعني حتى اول ما ماتشات لي لعبت معاه بطوله افريقيا بتاعته يعني بتاعه النادي، بدا يلعبني يعني بدا يشاركني اساسي وبدا لانه بدا يلعب باسلوب 3-4-2-1 او 3-4-3، الشكل بالزبط. خلاص كان ثابت فيه ليبرو في الاهلي بالظبط. فبدات العب ليبرو وبدا يعتمد عليا وبدا يديني الثقه واحده بواحده ويفهمني. دي انطلاقتك الحقيقيه كلاعب بالظبط. وبدا يديني الثقه، هو المدرب يدي اللعيب ثقه، هتلاقي اللعيب بيطلع كل اللي عنده. اي لعيب يعني حتى لو مش كويس قوي او لعيب امكانياتي على قدي، بس انت لو اديتني الثقه انا هطلع كل اللي عندي، هبدع. هل انفعل عليك في يوم من الايام؟ هو كان قاسي جدا لانه تكليفاته بيبقى عايز اللعيبه يلتزموا بيها، وهو مدرب عصبي، مدرب موهوب وعصبي في نفس الوقت. دي حقيقة. هل انفعل عليك في يوم من الايام كمان في سنك صغير في مباراه كده كنت كان ليا اخطاء صغيره، فيعني انفعل بطريقه جامده شويه في اوضه اللبس، وكان ليه كلمه اللي هو انا يعني كنت فاكرك يعني شخص كبير مش بتعامل معاك كناشئ، بس انت شكلك ناشئ فعايز ترجع ناشئين تاني بتعمل اضافات على الموضوع. فهو بزود يعني فقال لي شكلك هترجع ناشئين تاني، بس هو بيحفزني مش طبعا ما عملتهاش تاني ولا جنبها. طيب هنتكلم شويه عن طموحاتك ان